السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من سوبر مامي. هنعمل مع بعض دلوقتي الطبق ده، البطاطس المهروسة. طبق حلو قوي، ينفع عشاء، ينفع فطار، ينفع غدا، وجبة أساسية، مفيش أي مشكلة. حلو قوي وطعمه جميل جدا، جربيه بطريقتي إن شاء الله هتعجبك، وتحسي إن أنتي أول مرة تاكلي بطاطس مهروسة. كل اللي كلها بالطريقة دي عجبته جدا، فجربيه هيعجبك إن شاء الله. لو عجبك الفيديو ما نسيش تحطي لايك وشير، يمكن حد يستفاد، وسبسكرايب للقناة. وتعالوا نشوف المقادير. معايا في المقادير بطاطس متقطعة كده ترانشات او صوابع او قطع، مفيش مشكلة، اي طريقة تريحك يعني. ويفضل انك تقشريها قبل السلق عشان تبقى سهلة عليكي في الهرس بعد ما تتسلق. ومعايا خضرة شبت وكزبرة وبقدونس، ومعايا عصير ليمونة، معايا زبدة، هريسة شطة وتوم، معايا في التوابل ملح، فلفل، كمون، كزبرة ناشفة، ونص معلقة من الكركم، ومعايا معلقة خل. هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد البطاطس دي هنزل عليها بنص معلقة كركم في المية بتاعت السلق. حطيت في المية نص معلقة من الكركم ونزلت البطاطس كده. بعد كده هرفعها على النار لحد ما تستوي سوا كامل. كده البطاطس اتسلقت اهي، اتسلقت يعني سلق كامل. اول حاجة هنزلها عليها الزبدة وهي سخنة جدا كده. بعد كده هبتدي اهرسها. هارس الزبدة مع البطاطس كويس قوي لحد ما تختلط جامد وتسيح جدا. كده خلاص خلطت الزبدة مع البطاطس كويس قوي، اديتها بصراحة القوام بقى كريمي قوي وقوامها بقى حلو، والزبدة ساحت بسرعة لان البطاطس لسه منزلها من على النار. بعد كده هجيب كل المكونات التانية واضيفها كلها على بعض، اعمل زي دريسنج كده اقلب فيه البطاطس. عندي الثوم والشطة، هحط عليهم الخل والليمون وكل التوابل اللي قلنا عليها، وهخلطهم كويس جدا. هضيفهم بقى على البطاطس، وطبعا اظبط الملح بتاعها. انا كده قلبتها كويس، هفك بقى التتبيله دي بشويه من الزيت عشان تديها بس سيوله شويه كده عشان اعرف اقلبها على البطاطس. بصوا شكلها بقى عامل ازاي، حلوة قوي وريحتها جميلة جدا، طعمها رائع. هنزل عليها بالخضرة وقلبها كويس وبعدين اقدمها. وكده طبق البطاطس بتاعي خلص، شكلها تحفة جدا، طعمها بجد جربوه هتعجبكم بجد، وهتبقي احلى مرة عملتي فيها بطاطس مهروسة. حطيت على وشها بس شوية من الزيت. طبعا الكمية الباقية عندك هتحفظيها في التلاجة، في علبة في التلاجة، بس لما تيجي تطلعيها عشان تاكلي منها هتديها تسخينة على النار سريعة كده في اي طاسة، هيبقى قوامها تحفة كأنها لسه معمولة تسخين حتى من غير زيت. هتسخنيها كده الزبدة اللي فيها هتسيح عشان هي تبقى ماسكة شوية، هتسيح وهيبقى طعمها زي اللي معمولة دلوقتي بالظبط. جربوها ان شاء الله تعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد من سوبر مامي. سلام عليكم.